السلام عليكم. العام صورت لكم هذه الرانغون الياسمين الهندي الأحمر المتسلق، وكانت مزهرة كلها، وكان التصوير في فصل الربيع. الحين احنا في المربعانية، اليوم تاريخ اليوم 23/12، يعني بعز البرد. فشوفوا الأوراق شلون، يعني الشيرة تتأثر. شوفوا أوراقها شلون. طبعا هذا لا هو نقص عنصر ولا هو مرض، هذا كله من تأثير البرد على هذه النبتة، لأن النبتة هذه موطنها الأصلي اللي هو الهند أو شبه القارة الهندية، هذا موطنها الأصلي. فهناك موطنها الأصلي هذه ما في درجات البرودة اللي تنزل إلى غاية 6 درجات أو درجتين بالليل، وهذا كله من تأثير البرد عليها. لكن كسماد أنا مسمدها تسميد عدل، والحين راح أسمدها بعد بالسماد العضوي هذا البقري مال المواشي. فهذا وقت تسميدها، يعني بالسماد العضوي وقت دخول البرد. وإن شاء الله هذا من يعتدل الجو وراح ترجع مرة ثانية تزهر. طبعا حاليا فيها أزهار، لكن شوفوا أزهارها يعني موجودة فوق، لكن مو بكثافة الأزهار اللي لما يعتدل الجو بالربيع. وهذه الرانغون تقط أوراقها وايد، يعني شوفوا تحتها أوراق اللي وتحتاج إلى بعض التغليم، نقدر نسميه تهذيب أكثر من ما هو يعني تغليم. بالنسبة للشيرة نحاول الأغصان اللي ما نبيها نقصصها، نشيل هوز التنغيط من وخرة، ننظف شوية، وبعدين نفرش السماد ونقلبه بالتربة. طبعا هذا الورق بإمكاننا نخليه نقلبه مع التربة، لكن ما عندي أنا مسافة تكفي، يعني التربة جاية على حد الرصيف هذا. وراح نحط سماد الحين، فراح يعني التربة راح ترتفع. الحين بعد ما نظفنا شلنا طبقة صغيرة من الرمل للتهوية، نسمد، نفرش السماد في الحوض، وبعدين نقلب السماد حسب يعني استطاعتنا اللي نقدر نقلبه من الشبل، يعني يدخل داخل بالتربة نقلبه كذي بحيث انه ما نأذي الجذور، لأن السماد العضوي هذا الفائدة وين فيه؟ الفائدة بالعصارة اللي موجودة، وبنفس الوقت بالألياف هذه أو مخلفات الأغنام، هي اللي يعني هذه الفائدة تكون، تخصب التربة وتحسن خواصها وتسمدها، تعطيها العناصر. الحين بعد ما نفرش راح نقلب شوية، يعني هذول التسع تقريبا خذوا كيس ونص من السماد. الحين نحاول نقلب التربة. طبعا انصحكم بزراعتها هذه المتسلقة، وايد زينة، تزهر لها ازهار عطرية وتتحمل اجواء الخليج واجواء الكويت، و
أهم شيء موقع زراعتها، يعني المفروض نزرعها في مكان يكون مشمس وسريعة النمو. بالنسبة حق السقي نسقيها الحين، احنا بالمربعانية ما نعطيها ماء بغزارة، تقريبا رشة خفيفة بس حسب التربة يعني. بالصيف لا نعطيها كل يوم، يعني اذا بعز الحر نعطيها مرتين باليوم، الصبح اول الصبح ونعطيها المغرب. اما الحين حاليا بهالجو البارد رشة خفيفة، لأن التربة تكون بس نرطبها. بالصيف لما تزهر الزهرة تطلع أول شيء بيضة، وبعدين يتغير لونها إلى اللون الوردي، وبعدين إلى اللون الأحمر. لكن في الجو المعتدل بالربيع على طول تطلع، يعني تأخذ اللون الأحمر. هذه معلومات بسيطة عن هذه المتسلغة الرانجون، وشاكر لكم.